بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الأسبوع الثاني من الخمسين المقدسة تحدثنا فيه الكنيسة عن كيف نتناول القيامة كخبز حياة ودم للحياة. هنلاقي دايما الكنيسة بترتب لنا الخمسين كده. الأسبوع الأول تأكيد وتحقيق وبراهين مؤكدة على القيامة، كل القراءات بتتكلم في هذا الموضوع. ابتداء من الأسبوع الثاني تكلمنا كيف نتلامس مع القيامة أو كيف ننال القيامة في حياتنا. في الأسبوع الثاني بتكلمنا الكنيسة إن إحنا ممكن نتناول القيامة كخبز ودم محي، لأن القيامة هي الحياة الغالبة للموت، فمن يتناول من جسد المسيح ودمه يحيا إلى الأبد، يبقى اتحد بالقيامة. في الأسبوع الثالث هتكلمنا كيف نتناول القيامة كماء حياة نشربه ونتمتع به، اللي هو كلمة الله وروح الله. وفي الأسبوع الرابع بتكلمنا الكنيسة عن كيف نتناول القيامة كنور ينير حياتنا، نور نتغذى به ونور نستنير به. فالأسبوع النهاردة الأسبوع الثاني الكنيسة بتكلمنا عن كيف نتناول القيامة كخبز حياة، من يأكل من هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. الحديث ده السيد المسيح اللي سمعناه دلوقتي في القداس من يوحنا 6، السيد المسيح قاله مبكرا جدا، وفي كتير من التلاميذ وقتها ما استوعبوهوش، قالوا كيف يقدر، كتير من الفريسيين قالوا كده، كيف يقدر هذا أن يعطينا جسد لنأكل، يقطع من لحمه ويوكلنا إزاي؟ لكن السيد المسيح كان لسه ما فهمهمش ترتيبه العجيب، إنه يدينا نفسه في أبسط صورة، في شكل خبز وعصير عنب، في شكل بسيط جدا جدا، يحول الخبز إلى جسده ويحول عصير عنب إلى دمه، ويقول خذوا كلوا خذوا اشربوا. وعلشان يأكد الفاعلية اللي في هذا الدم وفي هذا الخبز يقول هذا هو العهد الجديد بدمي يعطى لمغفرة الخطايا. إذن ده مش عصير عادي، ده هيعطي مغفرة خطايا. وفي حد يقدر يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ إذن فهذا هو خبز الحياة المعطى والموهوب للعالم. الخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله عن حياة العالم. زي ما كان في العهد القديم الإنسان لما يغلط يجيب الذبيحة ويقف قدام الكاهن يعترف بخطاياه وهو حاطط إيده كده على الذبيحة، ويقدم الكاهن الذبيحة على المذبح، وفي جزء منها يأكل منه الكاهن ويأكل منه مقدم الذبيحة الخاطئ فتغفر له خطاياه. هكذا أيضا السيد المسيح يحمل عننا خطايانا ويقدم نفسه ذبيحة على المذبح من أجلنا. المذبح ده هو الصليب، السيد المسيح مذبوح عليه باستمرار من أجل غفران خطايانا، من أجل شفاعة كفارية من أجلنا، من أجل حياة أبدية للعالم. هذا هو الخبز الذي من يأكل منه يحيا إلى الأبد. هذه هي القيامة. إيه هي القيامة؟ حياة غالبة للموت، حياة لا يغلبها الموت، وجسد القيامة جسد غير قابل للموت. إمتى نبقى ناخد هذه القيامة؟ لما نتحد بالمسيح القائم. وإحنا بنتناول بنتناول من جسد فيه قوة موت وقوة قيامة، لأنه مذبوح وقائم، فبناخد منه قوة موت
عن العالم وعن شهوات العالم وعن أي خطية وشر في العالم، بناخد منه قوة موت، وبناخد أيضا منه قوة حياة جديدة تدب فينا. وإحنا عايشين في العالم، أديكوا شايفين المجتمع، البيئة اللي إحنا عايشين فيها فيها تلوث كبير. يقول لك التلوث ده بيسمم الجسم وبيتلف أعضاء في الجسم. إذا كان كده على المستوى المادي، ناس من التلوث بيجي لها تليف في الرئة، وبيجي لها فشل كلوي، وبيجي لها مشاكل في أعضاء كتيرة في الجسم. فعلى المستوى الروحي أيضا الخطية تسبب مش بس تلوث، تسبب تسمم وموت وهلاك للإنسان. لازم تجديد للدم، لازم تدب فينا حياة جديدة، ودي لما بنتناول من دم المسيح بناخدها. إحنا بنتناول جسد ودم مذبوح وقائم. مذبوح يعني ميت عن العالم. حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. أنا بالنسبة للعالم ميت، مش للعالم يعني الناس والتعاملات والمحبة، لكن للعالم يعني شهوات العالم، يعني شر العالم، يعني التلوث اللي موجود في العالم. أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، زي ما بيقول في كولوسي 3، التي هي الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرديئة، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. أخذ قوة الموت دي منين عشان أموت أعضائي؟ غير لما تناول من الجسد المذبوح والقائم اللي مات من أجلي، اللي أحبني وبذل نفسه وقال لي لازم تموت علشان تحيا، تموت الحاجات القديمة علشان تحيا فيك حياة الله، تموت الاهتمامات القديمة بتاعت المظاهر وبتاعت الشهوات وبتاعت الكبرياء بتاعت الأطماع بتاعت البغضة بتاعت الحسد والحقد. فلان واخد كتير، ده ما يستحقش، أنا اللي كنت أستحق. هذه المشاعر الخطيرة المميتة لو سبناها تدخل، الأفكار دي تدخل حياتنا تموتنا، لازم إحنا اللي نموتها. فبناخد بنتناول من جسد مذبوح لكي ناخد به قوة موت. خطية معروضة بس أنا ميت عنها، هو في ميت بيبص ولا بيشتهي ولا بيدور ولا بيبحث ولا بيجري ولا بيسعى؟ الخطية موجودة بس أنا عايش بالله، حياتي ليست منها. مهما الشيطان يعرض ويلون ويكتر معروضاته وينوع فيها، إحنا أحياء بالمسيح. مع المسيح صلبت، دي في المعمودية، مت وقمت، لكن تفضل فعاليتها كل يوم في حياتي وكل لحظة في حياتي. كل ما تتعرض علي الخطية، أي نوع من الخطية، كل ما تتعرض علي أقول مع المسيح صلبت، وبجدد قوة الموت في حياتي بالتناول. بتناول من هذا الجسد المذبوح الميت عن العالم عشان أخذ قوة موت عن كل ما هو مميت في العالم. أخذ قوة موت مع المسيح صلبت فأحيا. هو اللي بيتصلب بيحيا؟ أيوه، بيحيا فيه الإنسان الجديد، بتحيا فيه حياة الله الجديدة الموهوبة لينا. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، بتحيا فينا هذه الخليقة الجديدة وتموت فينا الخليقة القديمة اللي هي ميالة للشر، اللي هي بيسميها الإنجيل الإنسان العتيق، الإنسان القديم الفاسد. الإنسان الجديد اللي احنا خدناه في المعمودية بيتغذى على جسد ربنا ودمه، يتغذى على كلمة ربنا، يتغذى على التسبيح، يتغذى على الخدمة والمحبة، يتغذى على اللهج في كلام ربنا، يتغذى على الصلاة. إنسان جديد بننميه ولا سايبينه صغير كده ضامر وعايشين بالعتيق القديم وملامحنا بتشهد على كده؟ هل إحنا ملامح الإنسان الجديد بين فينا؟ ملامح أبناء القيامة بين فينا؟
ولا احنا بنعيد بس يقول لك العيد الصغير والعيد الكبير، واحنا بتوع العيد الصغير والعيد الكبير؟ احنا ملامح القيامة لازم تكون باينة وحية فينا باستمرار كل يوم. كل يوم واحنا بنصلي صلاة باكر احنا بناخد قوة القيامة، كل يوم واحنا بنيجي القداس نتناول بناخد قوة القيامة تتجدد فينا، قوة موت عن الخطية وقوة حياة جديدة. قيامة حياة جديدة بننالها بالتناول من جسد ربنا ودمه. يقول كده السيد المسيح في يوحنا 6: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. إذن هو ده المصدر بتاع الحياة، المسيح هو القيامة والحياة والطريق والحق والحياة، نتحد به ننال الحياة، تسري الحياة فينا. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لكن علشان إحنا عايشين في الزمن ودايما في حالة حرب وفي حالة معاكسة من عدو الخير وشوائب بالطلمة حتى في غفلة مننا، يمكن دون أن نقصد ودون أن ندري محتاجين تتجدد فينا هذه الغلبة وهذه الحياة باستمرار التناول. مينفعش نتناول مرة واحدة زي ما احنا بالظبط، مينفعش نعيش إلا لو خدنا نفسنا باستمرار باستمرار. ما نقولش ما خلاص خدنا نفسنا مرة فالهواء دخل فهنعيش، لا، احنا محتاجين باستمرار نطرد الهواء الفاسد وناخد هواء جديد، نطرد الهواء الفاسد وناخد هواء جديد باستمرار طول حياتنا، لا نتوقف ابدا حتى واحنا نايمين واحنا في اي وضع. لازم نطرد الفاسد وناخد الجديد، فريش اير اللي فيه حياه لينا، اللي يقوم جسدنا كده ويحيي. هكذا ايضا محتاجين باستمرار نطرد الخطيه من حياتنا بالتوبه المستمره، بالصلاه المستمره، باليقظه المستمره، ونتناول من الخبز الحي والدم المحيي باستمرار علشان ناخد حياه جديده. فكما ارسلني الاب الحي وانا حي بالاب، من ياكلني يحيا بي. التناول ده مش بتاع مره في السنه ولا في المناسبات، ده احنا محتاجين باستمرار باستمرار. شوفوا الكنيسه الاولى كانوا يواظبون كل يوم حد باستمرار يعملوا القداس، على الرغم ما كانش في الكنائس الفخمه دي وما كانش في التنظيم الكبير ده، كانت لسه كل حاجه بتتبلور لسه، ومع ذلك كانوا حريصين في البيوت وفي في المغاير ساعات وفي الكهوف وفي اماكن مختبئه علشان بعيد عن اعين مطارديهم يعملوا القداس ويحضر المسيح. بيسألني طفل من الأطفال بيقول لي: مين اللي هيجي يصلي عندكم؟ مين اللي موجود عندكم النهاردة؟ مين الأسقف اللي هيصلي معنا نيافة الحبر الجليل أنبا تودروس بيصلي مع الأطفال تحت النهاردة؟ فأنا بتلقائية كده رديت وقلت له: إحنا معنا النهاردة بابا يسوع، وكل يوم معنا في القداس بابا يسوع. مش مهم مين أبونا اللي بيصلي، مش مهم عدد الناس اللي موجودين ولا المكان الفخر، لكن المهم ان حاضر في كل قداس على المسبح ربنا يسوع المسيح بيقدم نفسه حياة أبدية لكل من يتناول منه. احنا معنا كل يوم المسيح على المسبح، مفيش أعظم من كده، مفيش أمجد من كده، ومفيش للإنسان عمل يعمله على الأرض أعظم من أنه يحضر القداس ويتناول. ده أعظم عمل بيعمل على وجه الأرض، أن المسيح بيحضر ومعاه القوات السمائية. مش بس إحنا بنلتف حوله وبنسبحه وبنسجد له، لا، ده إحنا كمان بنتناوله خبز حياة ودم محيي. ويقول أبونا كده في آخر القداس: يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.